قبل يومين نزلت صورة وشفت ان في تفاعل كبير عليها، وتفاعل ما كنت اتوقعه ابدا، ولو ان الموضوع مهم جدا جدا. الصورة كانت تتكلم عن موضوع انه ليس من الرجولة ان يصرخ الانسان في وجه امرأة او طفل او عجوز او فقير، كل هؤلاء من الضعفاء. وهؤلاء الاصناف الاربعة جاءت الشريعة تدعو الى الاحسان اليهم والاشفاق عليهم واللطف بهم، اعني المرأة والطفل. خلونا نبدأ بالصنف الأول من هذه الأصناف الأربعة، وهي صنف المرأة. المرأة أتى الشارع بوجوب الإحسان إليها والتلطف بها. ثم جاء ذاك الحديث الشهير عند مسلم: من عالى جاريتين حتى تبلغا، يعني تصل إلى سن الزواج أو تتزوج، فأنا وياه في الجنة. هنا وعد من النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا الرجل سيدخل الجنة إن عالى هاتين الجاريتين حتى تبلغا. طيب، والنجاة من النار. والحديث الثاني: من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سترا من النار، سترا من النار، وهناك فوز بالجنة. أي ترغيب. وجاء حتى حق الاختيار لها للزوج، فتختار هي بنفسها: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. وراعى الإسلام حياءها، فجاء في هذا الحديث عن البكر لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: وكيف إذنها يا رسول الله؟ قال: صماتها، يعني تصمت. ثم إذا تزوجت يبقى حقها كذلك. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقنا من ضلع أعوج. وراعى الإسلام كذلك حقها بعد الزواج، فجعل لها حق وأمر حتى الرجل، فقال: إذا سقى الرجل زوجته بيده من الماء أجر. ثم ربطها الله سبحانه وتعالى باليتيم، أي المرأة. فجاء الحديث مرهبا يخوف: اللهم إني أحرج حق الضعيفين، المرأة واليتيم. فيأتي بعض الرجال ويغلب على جانب المفهوم الخاطئ للرجولة، فيستخدم هذه المرأة كأداة في الحياة، فلا يراعي ضعفها ولا يراعي مرضها ولا يراعي خدمتها، ويرى أن الإحسان إليها والخدمة إليها شيء من الإهانة، ويرى أنه وهذا خطأ.